فكانوا مع عثمان على صيرتهم التي هم عليها، إلى أن انقضت 6 سنين من خلافة عثمان. بعد تلك الست وقعت لعثمان أمور. عثمان بن عفان أحاطت به بطانة من بني أمية، وبنو أمية هؤلاء التاريخ ما استطاع أن يخفي بلاياهم وآفاتهم، استطاع أعظم الأقلام نفاقا وتملقا وتلوينا للحقائق، ما استطاعت أبدا أن تواري جرائم بني أمية، ولذلك ما استطاعت إلا أن هدكتهم. فذكرت من بدء معاوية بن أبي سفيان ما الذي أجرموه. ولذلك شيخنا ابن عبد الباقي في القرن السابع يقول: ومن بني مروان طرا في العراء إلا فتى حفص الإمام عمرا، وربما العباس يا إمامي ليسوا بذي دين ولا بإمامي. بنو استثنى منهم عمر بن عبد العزيز، وخل بعد ذلك تذكروا ماتوا بعضها فوق بعض. عثمان بن عفان أحاط به بنو أمية، وكان رجل حليم وطيب، فأحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم، لا سيما مروان بن الحكم. مروان كان معه ملازما له لصيقا به، هو الذي يشير عليه، بل أحيانا يمضي أمورا دون مشورته، ويأمر بأوامر ويصدر توجيهات دون أمره، ولربما ولى أحيانا بعض السكارى ولاة لعثمان. والي يصلي بالناس الفجر 4 ركعات ويصد عليهم، يقولهم بعد ما يخلص يقول: كيف أزيدكم؟ ولا 6 4 4 ركعات؟ كيف الرأي؟ أزيدكم ولا 6 4؟ سكت ويقيله عثمان. حتى إن مروان كتب كتابا لما أنكر بعض الصحابة على عثمان بعض الأشياء، منهم عمار بن ياسر. عمار بن ياسر أنكر سيرة عثمان، ولأنه أنكر سيرة عثمان حمل عليه أبو الغادية في نفسه ضغنا عظيما، وأول ما وجد فرصة لقتله قتله أبو الغادية. وكان بعد ذلك يفتخر أبو الغادية أنه قاتل عمار، فكان إذا استأذن على مجلس كان إذا استأذن في الدخول وقيل له: من قال؟ قاتل عمار بالباب، يفتخر بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قاتل عمار وسالبه في النار. ويقول: من أبغض عمارا أبغضه الله، من أبغض عمارا أبغضه الله. فخلافة عثمان على كل حال وقعت بها أمور، فأول من أنكر عليه ذلك القراء، هؤلاء الذين كانوا قلنا في خلافة حياته صلى الله عليه وسلم وخلافة الصديق والفاروق، هؤلاء من أوائل من أنكروا عليه. هم من أنكروا على عثمان مع جمهور الصحابة، طبعا الصحابة كلهم أبدا كلهم انتهى الأمر إلى الخروج عليه وعلى قتل عثمان، وهذا الأمر كما يقول نور الدين السلمي رحمه الله: ولم يعبه أحد هذا الأمر، ذا الخروج والحصار والقتل، ما عابه أحد ولم يعبه أحد حتى بدا من قام بالفتنة فيهم واعتدى، إلا معاوية أول من أنكر. فكان القراء هم الساعد الأيمن لعلي بن أبي طالب بعد ذلك. كما قلت لكم لم ينكر أحد شيء، وذلك الذين صلوا على عثمان قلة،
والذين دفنوه دفنوا خارج البقيع، رفضوا أن يدفنوا البقيع، دفنوا خارج البقيع، دفنوا في حش كوكب. واختلف هل صلى عليه علي، مع أن علي كان موجود في المدينة، هل صلى عليه أم لا؟ خلاف. بل لما جاءت بنته تبكي عليه منعوها حتى من البكاء عليه. إذن لا يخطأ القراء في موقفهم، لأنهم ما كانوا واحد. والسيوط يروي في تاريخ الخلفاء أن أحدهم دخل على معاوية وقال له معاوية: قل لما قتلتم عثمان؟ قال: أنا ما قتلته وإنما حضرت قتله. قال: لما لم تنصره؟ فقال له: لم ينصره المهاجرون والأنصار. شوف الكلام، يعني لا المهاجرون والأنصار ما نصروا. ثم التفت للسؤال إلى معاوية، قال: طيب أنت ليش ما نصرت؟ أنت عندك الشام كلها بأموالها وعددها واعتادها، لما لم تنصرها؟ قال: ما تشوف ابنته جالسة نصرتها، فجالس أطلب بدمه دوانا. فضحك عليه وقال: قال: والله ما مثلك مثل عثمان إلا كما قال القائل: لا ألفي إنك بعد الموت تندبني وفي حياتي ما زوجتني زادا. فكان بعد ذلك القراء مع علي بن أبي طالب، يعني ما خطأهم في أنهم خطأوا عثمان، كانوا معه.